والكفاءة المالية عندكم كيف؟ على طول موجودة. من قال الكفاءة المالية؟ تطلع الكفاءة صفر بالله الحمد. أنت اليوم ديون الفتح صفر؟ شهر 5 سددنا راتب. اليوم كم في الشهر؟ اليوم كم؟ دخلنا 3 الحين. إيه؟ ثلاثة ستة. إيه 5 سددنا. لاعبين إداريين كي. يعني ما حد وأنت طالع راكب السيارة يقول لك أبو ركان راتب فلوس، ما حد يلحقك. أوكي، عندنا مكافأة واحدة. الأخير ما بعد سدت. المباراة الأخيرة. ما بعد. بس موجودة. إيه ما تتسدد. بس تعرف عندك فائض ميزانية؟ ما ابغى ارقام اذا ما تبغى تتكلم. لا عندنا احنا عندنا طول العمر زي ما قلت لك احنا بادين اليوم. الوزاره حقيقه تنظيم العالي في الوزاره ريحنا كثير. احنا كانديه احنا عارفين كل شهر كم يدخل علينا، عارفين كل شهر كم يجي شهريا انتم، ويدفعون لنا الوزاره ابد قبل نهايه الشهر يدفعون لنا الدفعه. فانت تجيك الدفعه انت عارف كم بيجيك وعارف كم مصروفك، عاد انت بالضبط لازم توازن نفسك بحيث انك تكون ايراداتك ومصروفاتك متوازنه عشان امورك تمشي، عشان ما يصير عندك مشاكل. لو جيت اليوم وفتحت الصرف بشكل كبير اكيد اني بتعثر وبضطر اخر راتب وراتبين على اساس اني اقدر اسد اللي علي. بس لما تكون الاداره الماليه منضبطه داخل النادي والله الحمد تكون امورك ماشيه بشكل سليم.